السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده التوتوريال رقم 5 من توتوريالز الأوبجكت أورينتد. اتكلمنا في المرة اللي فاتت على طول عن الـ approach الـ object oriented، وإيه هي فكرة الـ objects، وإيه فكرة الـ security بتاع الـ data اللي جوه الـ objects، وإزاي إن مفيش functions من بره تقدر تغير حاجة في الـ data جوه الـ object، جوه object تاني، إلا عن طريق الـ functions بتاعته. طيب، وقلنا إن احنا هنشرح إن شاء الله المرة دي analogy بسيطة كده أو شرح للموضوع دهوت. طيب، نشوف كده الموضوع ده. لو فرضنا ان احنا عندنا مثلا شركة معينة، شركة مثلا اسمها ايه، الشركة ده هي كبيرة مش زي اي شركة كبيرة، بيكون جواها ايه اقسام، تمام؟ قسم مثلا بتاع السيلز، قسم بتاع الحسابات والحاجات دهيت، وقسم مثلا تالت بتاع مثلا ال PR او اللي هو ال public relations. كل قسم من دول بيكون جواه ال data بتاع القسم ده. بمعنى ايه؟ بمعنى ان قسم السيلز مثلا جواه داتا عن الحاجات اللي اتباعت الشركة، يعني عدد الحاجات اللي الشركة باعتها، مش عارف الاسعار، الشركات التانية اللي بيتعاملوا معاها، حاجات زي كده. الفاينانس مثلا بيكون الداتا بتاعتها هي داتابيز مثلا كبيرة فيها الموظفين ومرتباتهم وقلة صرف ومين اللي له مكافآت ومين اللي هيتقسم منه، الحاجات دهيت. البوبليك ريليشنز مثلا الداتا بتاعتها هي داتا ليها علاقة بالناس مثلا اللي جايين يعملوا انترفيوز، الناس اللي مقدمة للشركة، relations مع الشركات التانية، حاجات زي كده يعني. طيب، لو فرضنا مثلا ان قسم مثلا الفاينانس ده عايز يعمل مثلا مناقصة او دراسة جدوى او حاجة زي كده، فعايزين يعرفوا ايه هي عدد الشركات اللي اتعاملنا معاها مثلا في السنة اللي فاتت، وكم حاجة بعناها وبعناها بكام والكلام ده. طيب، فعشان نعمل كده في دلوقتي هنا شخص، الناس يعني الجهة اللي جوه الفاينانس دهيت اللي عايزة تعمل الريسيرش ده. طيب، عشان تعمل هي الريسيرش ده محتاجة ان هي تجيب داتا من السيلز، ومحتاجة تجيب داتا برضو من ال public relations. مثلا لو فرضنا ان هي عايزة مثلا تجيب برضو عدد ايه الناس اللي متقدمين للشغل وحاجات زي كده. طيب، ما ينفعش يجي الشخص اللي بيعمل الريسيرش ده من قسم الفاينانس مثلا يروح ماشي داخل كده جوه القسم بتاع السيلز. احنا يعني احنا عارفين بقى ان قسم السيلز ده حاجة لوحده، وده حاجة لوحده، وده في حتة في مكان اصلا لوحده، وده في مكان لوحده وكده. ما ينفعش مثلا واحد يروح جاي كده داخل، خش بيفتح الارشيف والحاجات ديت، يروح داخل واخد الحاجات اللي هو عايزه اللي هو عايزها، ويروح خارج تاني واخد الحاجة وماشي. الكلام ده ما بيحصلش، ده من ابسط قواعد التنظيم يعني. طيب، فايه اللي بيحصل؟ الشخص ده هوت او التيم اللي هنا اللي عايز يعمل الريسيرش ده بيروح مكلم الناس المسؤولة هنا في موضوع السيلز ده، شخص مثلا مسؤول مثلا ليكن مدير ولا حاجة، ويطلب منه، يبقى كده مثلا الموضوع ده غلط كده ماشي، ويروح رايح طالب منه يقول له انا عاوز داتا معينة عن السنة اللي فاتت، بكل الحاجات اللي بعناها وبعناها لمين وبكام وحاجات زي كده. طيب، ده هنا المانجر. طيب، المانجر ده ممكن يوافق وممكن ما يوافقش، تمام، من حقه. ممكن يقول له لا مثلا دي الشركه البوليسي بتاع الشركه ان احنا ما نطلعش مثلا كل الارشيف بتاعنا عن السنه لسنه كامله ولا حاجه، يقول له لا، ما خلاص كده الموضوع ده اتقفل بالنسبه له، ما يقدرش ايه يجيب الداتا دي. فهو قدامه ان هو يقول له اه، وقدامه ان هو يقول له لا. لو قال له اه خلاص بسيطه جدا، هيروح يجيب له الداتا اللي هو عايزها، طبعا ده من حقه لان هو جوه القسم، هيجيب الداتا اللي هو عايزها تمام ويرجعها له. وده كده الاخ اللي هنا ده خد الحاجات اللي هو عاوزها وهيعمل الريسيرش بتاعه. طيب، قال له لا، ده مش من صلاحياتك ان انت تعرف الحاجات دهيت، ما قداموش اي سبيل تاني لان هو يجيب الداتا.
فايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان الداتا دهيت بقت بروتكتد ضد اي حاجات خارجية. لو النظام ده ما كانش موجود، ده كان ممكن يخش ياخد الحاجات دهيت ويغير مثلا فيها او يعمل فيها اي حاجة، والبوليسي نفسها بتاع الشركة مش تبقى متحققة. طيب كويس. نفس الكلام طبعا بالنسبة للموضوع للديبارتمنت بتاع البابليك ريليشنز. اللي عاوز يعمل ريسيرش ده هنا برضو لازم محتاج مثلا حاجات داتا من البابليك ريليشنز، هيروح يكلم المسؤول بتاع البابليك ريليشنز هيقول له انا عاوز الحاجات دهيت، يا اما برضو هيقول له اه يا اما هيقول له لا، ونفس الحكاية تتكرر. وطبعا الموضوع بالعكس، يعني لو ده اللي عاوز برضو نفس الكلام ما يقدرش ياكسس الحاجات دهيت على طول، فبقت كل حاجة متقسمة الاوبجكتس. طيب في حاجة في داتا جلوبال اللي هو زي الجلوبال فاريبلز في كانالوجي، يعني زي مثلا اسم الشركة، انا الشركة دي الداتا بتاعتها ان اسمها ايه، العنوان بتاعها كذا كذا كذا، التليفونات بتاعتها كذا كذا كذا. طيب بغض النظر عن ان دي اكسسبل برضو بحاجات بره الشركة خالص، طيب احنا بنتكلم عن ان هي داتا جوه الشركة، دي اسمها جلوبال، زي دي جلوبال انفورميشن، جلوبال داتا. اللي هنا ده مش محتاج ان هو يسأل حد عشان يروح يجيب داتا عن اسم الشركة مثلا وعنوانها والحاجات دي. برضو اللي هنا او اللي هنا اي حد جوه الاوبجكتس ده، ايه دي بالنسبة له جلوبال، اي حد ممكن يقدر يأكسسها او ياخد منها المعلومات دي، وان كان مش اي حد برضو ممكن يغيرها، بس ده موضوع تاني. فالانرجي هنا ان دي ان ده اوبجكت زي في البروجرامينج، وده اوبجكت وده اوبجكت. الداتا دي زي الفاريبلز، المانجر ده اللي هي تعتبر الممبر فانكشنز بتاع الاوبجكت اللي انا لازم عشان اروح من ممبر فانكشن بره الاوبجكت ده، عايز داتا من جواه لازم اعدي على الممبر فانكشنز دي، الممبر فانكشن دي، واقول له ان انا عاوز الداتا بتاعه الاوبجكت بتاعك، وبرده من حقه ان هو يقول لي اه، ومن حقه ان هو يقول لي لا، وما اقدرش اجيبها غير عن طريقه. فده اوبجكت وده اوبجكت وده اوبجكت، ودي الداتا الفاريبلز بتاع الاوبجكت، ودي الداتا ودي الداتا، ودي فانكشنز ممبر فانكشنز لكل اوبجكت، ودي جلوبال فاريبلز يقدر اي فانكشن من اي اوبجكت ان هي تاكسسها وتجيبها. الانالوجي بتاع الشركه ده الحقيقه ان هو اكبر من كده شويه، وهيمشي معانا ان شاء الله في بعد كده في الاوبجكت اورينتد لموضوع الانهيرتنس والحاجات دهيت اللي هنتكلم عليها بعد كده ان شاء الله. احنا كده اتكلمنا عن الابروتش الموضوع الاوبجكت اورينتد. ان شاء الله المره الجايه، من بدايه المره الجايه هنتكلم عن ايه هي بقى الكاركترستكس بتاع الاوبجكت اورينتد بروجرامينج عموما، وايه هي المبادئ بتاعته اللي لازم تمشي عليها، وان شاء الله يكون كويس. وطبعا لو في اي حاجه تبعتولي مسج على الشانل، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وشكرا.